إلى شباكها مقابل شباك من دون أن نلقى. تواعدنا نسيم من دون مقعدين واقفين يتوارى الواحد الشباك خشية اللقاء المجادي. نتمرن على الأول في الغرام مثل من يراجع ضيوفه تحت ضوء القمر خشية إقلاق الكهف. لعل تشغيل لجهاز الراديو بدورها كان يكفيها أن تدعونا لكي نلتقي معا في الممر الفاصل بين بيتينا بين شباكينا نلمح صور الغرام لمحا نقف بدلا منها ننشد بصوتها في نهاية إشاعة في بدن الليل همس يتبدد من تلقاء نفسه ما دام أن صوتها لا يبيح لنا تقدم منها ولا الجلوس ولا مبادلتها أي كلام لا تبيح لنا من مقاعدنا الواضحة شاخصين إلى فستانها من دون أشكال جسدنا متراقصين بيدها اليمنى نلوح به من بعيد.